يا ساحل الوكرة يا مجمع الخلان نوختنا الذكرى ودقيتنا البيبان. أسعد الله مساكم مشاهدي قناة الريان من برنامج على اليال ومن مدينة الوكرة العريغة الواقعة. حقيقة ودي أتكلم عن الوكرة الواقعة جنوب مدينة الدوحة، عدها من الغرب لوكير، وكير العبد الرحمن أول ما تأسس أسس الشيخ عبد الرحمن بن جاسم الثاني ابن المؤسس، ومن الشرق يحدها ساحل البحر، ومن الجنوب يحدها طبعا ام سعيد المدينة الصناعية. الوكرة العريقة والجميلة حقيقة اول ما فكرنا حتى نقدم فيها برنامج وكنا سعداء احنا حقيقة كجروب ان احنا نطلع مدينة قطرية نقدم من خلالها برنامج مسابقات في شهر رمضان. لكن اللي كان مخوفني الطريق، فعلا الطريق كان يعني شوي مخوفني. للأمانة تقدر تقول كل الدروب تؤدي إلى الوكرة، يعني هناك طرق عملاقة، محور الله يغفر له الشيخ صباح الأحمد، الحقيقة هذه الأيقونة الإبداعية اللي الحقيقة من مدينة خليفة إلى الوكرة في أقل من 8-9 دقائق، هذا شيء. أيضا طريق المجد صراحة اللي ياخذك من الخور يقطك في الوكرة، لذلك يعني أنا كنت أتوقع أني باخذ ساعة، ساعة ونص، ساعتين، وغضية كلها 45 دقيقة. حقيقة أول ما تدخل وكرة تذكر سكان الوكرة، طبعا الوكرة الآن ما شاء الله مدينة كبيرة، لكن أول ما تدخل تذكر أخواننا البعنين ونقول لهم كل عام وانتم بخير، وتذكر السعد، ونتذكر الخاطر، ونتذكر المفتاح والمناصير والبشرباك وعيال عبد الله عبد الغني والعبد الغني، ونتذكر طبعا العبد الله، نتذكر السيد، وحقيقه ومجموعه اول مره يعني تذكر كل هذه الاسماء اللي اسكنت الوكره. طبعا اللي ساكنين الوكره عوائل وقبائل، لكن انا احاول اتذكر بس اللي ما زالوا عالقين في الذاكرة، لأن اليوم الوكرة ما شاء الله يعني أكثر قبائل أو عوائل غطر نزحت إلى الوكرة. حصي باش عندك؟ مساك الله بالخير يا مساك الله بالنور، شلونك؟ الله يطول طيب. الله يسلمك ويخليك، ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم على اليال. اليوم راح نتكلم يبا عن الملابس التقليدية القطرية، خاصة حق بنياتنا الصغار. الله يخليك. جواهر بثينة حياكم عندي. هلا بثينة.
هلا بجواهر. هاي الصغيره ليش خليتيها عقب دورها؟ اي عقب بناخذهم. عندنا بثينه لابسه اللبس التقليدي القطري البخنق. يبقى الاول كانوا عندنا انواع من انواع البخانق، عندنا البخنق اللي فيه رسمه البخيه، وفيه بخنق يسمونه بخنق الفرخه، تيك رسمه الطير عليه من فوق حق راس البنت، يلبس من الراس ومن قدام يكون قصير ومن وراء طويل. عادي تمارون به البنات ويتفاخرون فيه على قد رسماته وعلى قد التطاريز الموجوده فيه. يعني في شيء على شكل الكازو وعلى شكل الزهره، وفي من ضمنهم هاي التطريزه الكبيره اللي كانت كل ما زادت تطريزه البخنق، يعني هاي انها من غزر مال. كل ما زادت كل ما كان من غزر مال. بيت غنى. والدراريع الحياصه، دراريع الحياصه طبعا حق البنات وحق الكبار يلبسونهم. هاي الحياصه. من ضمنها يلبسون الشال اللي بو ورده، اينا من الهند بلاد الهند. وعندنا اللبس اللي يسمونه قطعه الحبامبو واللي فيها كازوه، هي شيء ورده على ورده، كانوا يلبسونها يخيطونها ويلبسونها. ما كان في أي سن كانوا يلبسون البنات البخانق؟ والله يبقى أربع سنين؟ لا يبقى أكثر. يعني أنت تتكلم عن الستينات عن الخمسينات؟ لا أنا أقصد في الماضي. في الماضي بأي سن مثلا يلبسونها؟ خلاص من تمشي البنية خلاص يلبسونها، من تخطي يلبسونها البخانق، يسوون لها الدراريع الزينة. من ضمنها الكبار عاد لبست ذاك الملفع اللي بنقده وتحط عليها العباية، عباية الراس اللي فيها التطريزة الأولية، وتروح تسير عاد ويا أميمتها وين ما تبي تروح تروح. بس والله وهاي اللي لفت هاي الانتباه. شو عندك غيرة بعد؟ بس يبقى تسلم. وين مساعة اللي عندك الصرش كبرها؟ الجفير اللي عندك موجود ورا. بعدين يعني فيها بطاطيلنا وفيها ملافعنا. حياك الله. إن شاء الله. يا مرحبا. الله يسلمك. الله يسلمك. يا مرحبا. السلام عليكم، اتصال من المملكة العربية السعودية. واسمي؟ هلا ابوي. مساك الله بالخير. مساك الله بالرضا والعافية. الله يحييك. كلمني من المملكة العربية السعودية، من وين من السعودية طول عمرك؟ من المنطقة الشرقية الأحساء. يا مرحبا، حي الله الحس. الله يبقيك. شلون الأجواء في الحس؟ أبشرك الحمد لله، الأجواء الأيام هذه ما مثلها. وشو القصرية؟ سرك حالها، هذه جوا في رمضان الحين. ها؟ منور الحين في رمضان. أقول سرك حالها تنتظركم يا هالقطر. مشتاقين لكم. واحنا مشتاقين لكم أكثر، ويعلم الله أن احنا وأنتم روحين في جسد. ما في شك. زين، كلمني من وتكلمني من الحس، من وين؟ من أي منطقة بالضبط؟ من الهفوف. الهفوف. يا مرحبا، حي الله اهل الهفوف. يلا نقول لك ابشر بسعدك وسم وجهك اول السعد، وانا الليله بفوزك بفوزك. الله يعطيك العافيه. يلا معك. يلا عندك الان طول الله عمرك خمسه صناديق، عندك الشاوي راعي الحلال، وعندك التاجر راعي المال، وعندك السردال امير الغوص، وعندك النوخذ راعي المحامل، وعندك الطواش تاجر القماش. الشاوي باين عليك راعي حلال. حلال. لا والشاوي هالايام ورمضان قايم سوقه. اختار من واحد الى خمسه. ثلاثه. الصح عندك شبه ثلاثه. بدون يبقى ما تفوزه. لحظه شنو؟ بدون ما تفوزه. شلون ما فوزه؟ بدون ما تفوزه. خل هاي الرقم. روح السيف ياك في الحسة يا حبيبي. السيف ياك في الحسة. عندك جمهور. أقطع لك في القصرية.
يا قطة الله يعطيك العافية. هذه 5000 ريال بعد لا تروح. هذا خمس هذا السيف راح يا حصة القيصرية. بعد لها اختيارين يبا. بعد لك اختيارين. يلا. يلا. أي رقم؟ هايبا. ها. أي رقم؟ ألو. رقم 4. طلعي لي حصة 4. 4 يبا عندنا سؤال. خذي يا بحر كل ما تبي. اللولو والمرجان والثوب الحرير. ولد الحسن لبيت لبيت في من اقول امين امين وياك تكفون يا عرافه المعنى وخلافه البارحه فعلا علينا سهده سهده وخلاف سهدة شو نقول؟ السهدة هي الهدوء. الإزعاج. الإزعاج. لا يعني عطني عطني إياها في مصطلح شعبي يعني معروف الخليج شو نقول؟ عجة. أوكي. ظولة صية توكل على الله وهذه 500 ريال. هذه 500 ريال كفو. يلا ريض معاك انا ريض 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 والله ما تقصر اه يلا اخر اختيار عطني عطني رقم عطني رقم واحد يا حصه واحد والله واحد يا حصه اه واحد يقول لك سؤال بعد ايه بعد سؤال يبا ما عليه هذا سؤال بألف ريال بألف ريال بألف ريال اسلم بين الخطأ والصواب خايل وفكر في الجواب وعندنا منطقة في قطر يسمونها الوكير وفيها طبعا أول من أسس الشيخ عبد الرحمن بن جاسم الثاني ابن المؤسس الشيخ جاسم بن سعود الثاني من شيوخ الوكير شاعر صحيح؟ نعم صحيح شاعر؟ صحيح صحيح كافو كافو طبعاً الشيخ جاسم بن سعود أحد الشعراء المميزين في دولة قطر طبعاً ألف مبروك ونقول لك العام وانت بخير يا أبو سعود 6500 يبا فاز معنا كم فاز؟ 6500 6500 وين طاحت؟ راحت في الحسر اللي عقبه أميرة السلام عليكم. عليكم السلام. ميرة. هلا. ميرة من وين تكلميني؟ أكلمكم من الرياض. القديم ولا الجديد؟ القديم. القديم. شلون الأجواء في الريان؟ ميرة. زينة. ميرة. هلا هلا. حبيبتي قصري على صوت التلفزيون واسمعينا من تلفونك. إن شاء الله. يلا يلا فالة التوفيق عندك 5 صناديق قريهم لها يا حصة عندك التاجر باقي والسردال والنوخذة والطواش التاجر يا سلام اليوم عندك فلة يبا هذه فلة يا بهالي المصور الجميل الأنيق الحلو ها يلا حبيبتي اختاري من واحد من واحد إلى خمسة اثنين 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 لا أظن أنها سؤال سؤال؟ إذا بعضيك يا بنت بعضيك سؤال هذه جميل وقف وخايل عدل ولا مايل؟ اي نعم يعتبر فتحي كميل لاعبا متميزا في منتخب عمان سابقا عدل ولا مايل؟ صح ولا غلط؟ لاعب متميز في السبعينيات وفي الثمانينيات وشارك بعد في كأس العالم عدل عدل فتحي كميل طبعاً لا ها ايش قالت ايش قالت؟ هي قالت عدل هو مايل 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 صح صح أنا آسف أنا آسف
انت عدلت لها. انا اسف. يلا توكلي على الله 500 ريال. فتحي تميل لاعب كويتي. كنا سكر هابط عندي. اه غيره. خمسه. عندك؟ لا لا خل عنك يا بابا. اي والله خل عنك انا بشوفه. سؤال بنت الريان. بين الأديب والنجيب. أيوة. النجيب يقول قاتل جالوت النبي موسى عليه السلام، والأديب يقول داود عليه السلام. الاحتمالات الأديب صح ولا النجيب؟ مرة ثانية، الأديب يقول قاتل جالوت النبي موسى عليه السلام، والأديب يقول لا، أن جالوت قاتل داود عليه السلام. من تقولين؟ سرعة. سرعة. الأديب. مبروك فزتي معانا ب 1500. حلو. يلا باقي لك آخر اختيار. اخترتي رقم 2 و5، باقي لك 3 و4 و1. الو 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 الو، اي رقم؟ انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. الو الو. ثلاثة. ليش تتاخرين في الرد؟ عشان ما تروح عليك. اه شنو بعد سؤالي؟ بعد عندك 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 عشان ما يروح عليك الوقت. زين يقول لك بين بن عفيشة والفيحاني. يبي بين الجواب الأول والثاني. بن عفيشة راشد الله يغفر له والفيحاني قاعدين لهم على القرابة ويتمالون. يتمالون في بيت شعر يقول بيت الشعر رح قد ما تشتهي رح قد ما تقدر. أنا أول الناس في قلبك وأنا التالي. بن عفيشة يقول إن حق نايف صقر، والفيحاني يقول حق فهد السعيد. أنت شو تقولين؟ نايف صقر اللي يقول رح قد ما تشتهي رح قد ما تقدر، أنا أول الناس في قلبك وأنا التالي. ها نايف ولا فهد؟ نايف ولا فهد؟ نايف. نايف صقر الشاعر السعودي المتميز. مبروك معنا 3000. يبا شايك نطلع فاصل؟ آه. نطلع فاصل؟ وين بعد نروح؟ بنروح شوي نريح وبعدين نرجع حق مشاهدينا. انت روحي حوشك وانا بروح مجلسي. يلا فاصل ونواصل. ونواصل.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، من بعد الفاصل رجعنا لكم ونكمل مسابقاتنا اللي موجودة معنا في البيت. نقول ألو. مرحبا. السلام عليكم، من معاي؟ وعليكم السلام. حمد، حمد من الكرعانة. صحيح. هلا حي الله الكرعانة، الله يمسيك بالخير يا حمد. بارك عليك الشهر. الله يبارك في عمرك. شلونك؟ طاب لونك، وش حالك يا ابو مشعل؟ الله يطول بعمرك ويسلمك. مبروك عليك الشهر الفطور اللي عندك والسامعين ورا الشاشات. الله يطول بعمرك ويسلمك ويرحم والديك. يلا يا حمد. مبارك عليكم ذا الشهر يا إذاعة الريان. مباريك فتها قنوات حصرية. حصرية. هلا مرحبا. بالليلة هم في القلب قدر وشان تراحيب تاسيني على طول فورية. فورية. بيض الله وجهك يا المري، بيض الله وجهك، وجهك ابيض على اكبر فوز تواصلي معكم. الله يطول مرحبا بكم، وانا من الحين اعتبروني فايز. ما في كلام انك فايز عقب هالقصيده بعد ما تبي تكون فايز. لا ما فينا بعد ما فينا خير بعد اذا ما فوزك. لا ما يحتاج. يلا يلا عندك السردال وعندك النوخذه وعندك الطواش. الطواش راعي القماش والنوخذه راعي المحامل والسردال امير الغوص. يلا هذه الصناديق ابو مشعل. يلا هم انا ما استفدت. ها اللي واليك ابو مشعل مره. والله انا كلهم عندي خير وبركه. قول لي تبي الطواش، تبي النوخذه، تبي السردال. الطواش توكل الله. طواش عندك من واحد إلى خمسة. بس تقصر على صوت التلفزيون أو الراديو اللي موجود عندك عشان تسمعنا بس من جوالك. عندك من واحد إلى خمسة. خمسة طال عمرك. خمسة خمسة. ما تشوف يد حصة. يد حصة. ألف مبروك، فزت بالسمية. ها الحصبة جاتك، الحصبة جاتك، الحصبة جاتك، الحصبة جاتك، الحصبة الحصبة. وين راحت؟ راحت الكرعانة. مبروك يا حمد. يا مرحبا بكم. يلا بعد لك اختيارين. بعد فالك. طيب يلا اختيارين. صناديق ولا ارقام؟ لا ارقام. ارقام ارقام. اثنين طبعا. اثنين 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 حصة. اثنين. هذا الحصبة راحت. سؤال وين؟ يبقى. سؤال؟ اي فيديو حمد. نشوف الفيديو. ارحب. شوف هالصورة حمد وبنرجع نتكلم وياك. يلا أجل. لقطة لزهور ربيعية في بر قطر. لأي نبتة تنتمي هذه الزهرة؟ عرفت الشجرة حمد؟ الإثياث ولا الهراس؟ الإثياث. كافو. يا بعد بس معنا 500. هذا 3500. 3500 صار عندك. انضح فالك حمد. آخر اختيار. يلا حمد. كم الأرقام المسموحة؟ خذيت انت اثنين. ثلاث أرقام لك. انت خذت رقمين، باجي لك رقم. واحد الله. واحد الواحد الله. ده والله يا حمد سؤال طبعا. سؤال يا حمد. ها اللي منكم هيا هو. هذا شو الرقم بعد؟ تأكدون منه. واحد. بسم الله الرحمن الرحيم يا بشار. أغلى. ها تكفون يا عرافة المعنى وخلاف المعنى. العام حمد انت ساكن الطمان وخلافه شو نقول؟ خلافه العلا. كفو الرفاع. كفو الرفاع. كفوك الطيب.
4500 وحياك الله يا ولد الكرعانة. نبي نسمع صوت من الوكرة، نبي نسمع صوت من سميسمة، نبي نسمع صوت من الجريان، نبي من المصلال، نبي من العمد، نبي نبي الغويرية. عبد الله مرحبا، حي الله على الخيسة. الله يحييك، حي نباب. شلونك يا عبد الله؟ خير الحمد لله، بارك عليك. إن شاء الله تكلمني من الخيسة صح؟ اي نعم. من وين من الخيسة؟ خيسة صوب العطية. الله يسلمك، يا مرحبا ويا مسي. يلا ساكم الله بالخير يا العطية كلكم. عبد الله باقي لك اختيارين، عندك السردال والنوخذة. توكل على الله، النوخذة. عندك من 1 إلى 5. 4. أربعة. سؤال يبا؟ سؤال يا أم محمد. سؤال. الليلة كلها شعر. اسمع طول الله عمرك. راشد بن عفيجة والفيحاني قاعدين وتمالون لهم على بيت شعر. بيت الشعر يقول: من حل دار الناس حل ودياره، لابد ما تسكن دياره ويغبن. هذا بيت مثل. بن عفيجة يقول بن عفيجة إنه حق الشاعر القطري فارس الكعبي، والفيحان يقول لا والله إلا حق شالح بن هدلان. شالح بن هدلان. مبروك، كافو 500 ريال. كافو. نعم تسلم. نعم عندك 2 1 3. عبد الله باقي لك اختيارين. تبي 2 تبي 3. انت الحين فايز معانا ب 500 ريال. 5 يقول يبا. يلا لا 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 ما يلا اختار يبا. 5 5 ولا 2 ولا 5. تغير ولا خليه 5 ولا ما ادري. توكل على 2. وين 2؟ 2 ولا 5؟ لا 2 ولا 5؟ 5 2 ولا 5؟ 5 توكل على 2. يا اخي ربشتني يا اخوي. 2 ولا 5؟ ثبت على 2. ثبت على 2. لا بسم الله الرحمن الرحيم. دوارج ول السيف. مبروك السيف. السيف في النار، مبروك علي. والسيف في النار، مبروك علي. روح. ياك السيف. أقطع لك في الخيسة ولا؟ في الخيسة يبا. مبروك. روح. الله يبارك فيك طول عمرك. بقي لك آخر اختيار. آخر اختيار. 5500. آخر اختيار عبد الله. إن شاء الله. تبي 5 تبي 3 تبي 1. 5 انت يا اخوي باينك انك مصمم على 5. ما ادري عشان اسوي. حاولت يغير. عندك حصه تغير. لا يبا لا لا ايش غير خلاص نبا. يبي 5 صح؟ ايوه مصمم على 5. بربور ان شاء الله بربور. تشارك معنا مره ثانيه وتفوز. فالك الفوز مره ثانيه حما. قلت لك حاولت بك يمين حاولت بك يسار بعدتك في البدايه
لكنك انت الله يطول بعمرك صممت على 5. عندنا اتصال. تحية حقيقة للمخرج المتميز والمبدع واللي جدا انا معجب فيه، مخرجنا رامي بربور، صراحة من القلب. سارة. سارة. هلا سارة. يا مرحبتين. مرحبتين حبيبتي. من وين تكلمينا؟ مبارك عليكم الشهر، من الوكرة. هاي الله الوكرة. هاي الله الوكرة. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يا مرحبتين. كنا ننطركم، ننطر اتصالاتكم. حصص عندنا، ما عندنا الا صندوق واحد عاد الحين. ها؟ حاضرين حاضرين ما عليك. حاضرين بشري السردال عندنا. وانتوا يا الوكرة كلكم سرادلة بحر. يلا. يلا حبيبتي. من واحد إلى 5 عندك. انزين. ثلاثة. ثلاثة 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 ثلاثة. خلني نشوف ثلاثة. شنو سؤال ها؟ شنو سؤال حصافي؟ يا بسم الله. شو اللي حصافي؟ يقول لك يبا سارة سمعي، يقول لك بين الخطأ والصواب خايل. إيه. وفكر في الجواب. إن شاء الله. يقع رأس عشيرج جنوب لوتير أو لوكير. الاحتمالات خطأ أو صواب؟ راس عشيرج جنوب الولش جنوب شنو؟ جنوب لوكير، صح ولا غلط؟ عند عبد الرحمن. يعني أنت تقدرين تقولين يعني لا خطأ خطأ خطأ. أوكي. خطأ صح، إجابتك صحيحة خطأ. أقبى راس عشيرج موجود في الشمال بجانب مدينة الزبارة. ساري فزتي معنا الحين 500. عندك واحد. اه والله واحد. تبي واحد؟ واحد. بكره الله. اسمحي لي يا بنت الوكره، اذا بعد بعد عندكم احنا ضيوف عندهم يبا. عندكم بنت الوكره. لبيه لبيتي في منى. شو اسمك؟ طول الله عمرك. ساره. ساره اسمك جميل. والسيف ياك يا ساره. مبروك مبروك عادي. والسيف في النار. مبروك مبروك عادي. سارة قصر ما تقصر للبيت. وين أقط السيف الحين؟ في أي مجمع عندكم في الوكرة؟ عند دوار أريد أحطه. عند أريدو؟ إيه. كل شاء على باين عليش فواتير صح؟ لا لا عنده ور أريد هناك أنا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لأن الحين معاك 5500 وبقي لك آخر اختيار. إن شاء الله رقم 5. 5. هني 5 هني هذه هو صندوقنا الغير. هذه هو. إيه. يكون تخرب بابا. 5. عندك حسابي. رقم 5. سارة سؤال. نيكول مشكورة يا نيكول والله والله مشكور. زينة مشكورة صراحة صدقنا تعبكم وياي. بين مشكور. المتنبي نكمل يبا. آه. بين المتنبي يعني. وشوقي جدال. مبارك بن سيف الشاعر الكبير الشيخ، وعندنا الدكتور حسن نعمة، ذيل شعراء يعني قطريين معروفين في اللغة العربية، شعراء لغة. ايه. قاعدين يتمالون لهم على بيت شعر مشهور اللي يقول أضحت تثاني بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لغيانا تجافينا. هل هو اللي قايل البيت ابن خلدون صاحب المقدمة المشهورة، ولا ابن زيدون الشاعر المعروف؟ أوه المعروف. آه ها شو اسمه؟ ابن زيدون. ابن زيدون. كفو. يعطيكم العافية. فلتي معنا 6500. ألف مبروك يا سارة. انتهينا كل ما ندها وراحت. نعم نعم خلاص يبا خلصنا صناديقنا. مشكورة يا أم محمد بيض الله وجهك. وجهك أبيض يبا. باتش موضوعنا بكرة إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جديد، وبيكون الجليد. الجليد إيه، وبتكون إن شاء الله أم خالد الوالدة أم خالد بتكون معنا. جليب الحوش. جليب الحوش. جليب البيت. جليب البيت. الله يحفظك. الله يسلمك. ويستر عليك. الله يسلمك. ويخليك. الله يسلمك. وإحنا نروح
على اليال على سيف الوكرة. ترى لي سوالف
ألاقي نفسي تأخذني على غضب سكت عيونكم كل نسمة تهز قلبي. السلام عليكم. شلونكم؟ أشوف كيف الحال؟ الله يطول بعمرك. هلا هلا. جم فيها خناقكم أطفالي. وين غيرتوا اليوم؟ أرجوك 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 أرجوك. السلام. شلونكم شباب؟ كيف الحال؟ يبا في عندك سنقي؟ يلا يبا فين هبوط سكر. يبا والله فين هبوط سكر. هاي الأسمر يا الزين. حبك أسرني ودلالك غير ألواني. سلام. كيف الحال؟ شو الأجواء عندكم؟ ما تحدقون انتو، ما تحدقون. وين اللي حدق البارحة؟ وين راح؟ عطنا عطنا يبا عطنا عطنا سنقي. يلا يبا ترسل شكر. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وإحنا على سيف الوكرة في هذه الأجواء الجميلة، سكون هدوء سهدة، ولا حس ولا نس. البحر راكد سبحة، ملتزم بالكمامة صح؟ إيه. رامي أنا جاهز يا رامي. يا حمد سلام. مرحبا. صوتك من نرويس. اي على طول. شلونك يا حمد؟ مبارك عليك الشهر. على عليك تبارك يا اخوي. اسمك هالايام شنو هي؟ الايام صافي. تنصحني صافي زين هالايام؟ اوه حبل ما يحتاج. اي في حبل صح، في حبل في حبل. غير الصافي ايش تنصح به؟ بعد عندك الهامور. هاي الهامور. هاي الهامور شيخ خير، شيخ السمك هذه. هاي هذه 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 طول السنه. حمد تدري الاول الاوليين ما ياكلونه، يقولون فيه نعاره، وهو احسن سمكه. عندك والله انا اشوف الهامور ما يحتاج. ويقولون رياحي زين. وكان عنده زين هالايام. اوه ما يحتاج. يلا يلا. شوف شوف جهازنا هذا ايش فيه. بس خلينا نشوف الجهاز ايش فيه. شوف لي الشاشه. يلا يا حمد خلينا نروح، خلينا نروح نشوف الابراج والنجوم والكوا. قول يا الله يا الله يا على ثري الليله الطفر ويس. قول امين. امين امين. الله يسمع منك. يلا عندك الله يسلمك الدب الأكبر، وعندك طول الله عمرك الكلب الأكبر، وعندك الثور، وعندك الجوز، وعندك الشجاع. نقول الشجاع. الشجاع. روح الشجاع، روح الشجاع، روح الشجاع، روح الشجاع، واختار النجم. خل عندك طال عمرك النجم اثنين، وعندك النجم ثلاثة، وعندك الفرد، وعندك أربعة، وعندك خمسة. يلا شو نقول؟ نقول الفرد. قول دب الفرد. عطوا الفرد، عطوا الفرد. خلنا نشوف الفرد ايش فيه. خلنا نشوف الفرد. اي اذن ايضا جدال بين احد الشعراء القطريين المتميزين محمد بن خليفة العطية والدكتور حسن نعمة، وتملون لهم على بيت اللي يقول: والنفس راقبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى غليل تنفع. الاحتمالات العن صحيح لي. صحيح لي. أبو ذؤيب الهذلي أو المأمون.
أو أبو ذؤيب الهذلي؟ المامون نقول الهذلي ولا المامون ولا الهذلي؟ ها لا ايش نقول؟ العدل الهذلي العدلي الهذ ما بالعدلي الهذلي شاعر الهذلي شاعر. تفضل أعطوا 500 ريال. ها الحين طال عمرك. اسمع اسمع يا ولد رويز وركز معي. عندك الشجاع 4 وعندك الشجاع 5 وعندك النجم الشجاع 3 وعندك النجم الشجاع 2 وعندك الشجاع. ها نقول 5 5 5 الشجاع 5 ايه نقول شجاع 5. انت وين مكانك؟ على الفرضة طالب الميلس يا اخوي. اظهر من الميلس اظهر من الميلس. طالبك تظهر من الميلس. طالبك عاد ان شاء الله تبشر. اطلع ايوه طالب في الميلس. حد عندك في الميلس ولا بروحك؟ لا بروحي. بروحك بس بس ايه. طالع السماء طالع السماء طالع السماء فوق 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 فوق. آه شفت سهيل؟ أوه ما يحتاج. شفت سهيل؟ حول إيه. عليك سهيل في فرويس. ما شاء الله ما شاء الله. آه بعد باقي لك باقي لك. يلا اشتبي الشجاع 3 النجم 3 ولا نجم 2 ولا نجم 4؟ يلا نقول 3 توكل 3. ها بين الخطأ والصواب فكر في الجواب. فهد العسكر شاعر كويتي يكتب بالفصحى ليلى تعالي واسمعي وحي الأنين. آه كف الملام. آه وينك؟ موجود موجود. هل هو شاعر كويتي ولا لا؟ كف الملام معلليني فالشك. صح ولا غلط؟ صح صح صح. كف الملام معللين فالشك أودى ب6500. طبت برويز عن ميلس بن شمسه. ها حمد من معيدر. معيدر 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 مرحبا ومسهلا. يا مرحبا ويا مسهلا. الله يرحمك. شلونك طال عمرك؟ الله يعافيك. انت من معيدر الشمالي ولا الجنوبي؟ لا الجنوبي. حيا الله يطول بعمرك ويسلمك ويخليك. مبروك عليك الشهر. علينا وعليك الله يرحم والديك ويطول لي بعمرك. طول عمرك يا مرحب. شلونك مع الصيام؟ الله بشرك. الحمد لله. شلون شيبانك هالك كلهم طيبين؟ طيبين الحمد لله رب العالمين. أمان وطمان مثل ما يقولون. ها يلا يبا الحمد لله. شوف طول الله عمرك وعمرك. الأبراج عندك الجوز عندك الدب الأكبر وعندك الكلب الأكبر وعندك الثور. الكلب الأكبر. ها الدب الكلب الأكبر. الكلب الأكبر الكلب الأكبر. لحظة خلي دورة عادي يا ريال. هذا أي عندك المرزم في النجوم وعندك نجم الشعر اليمانية وعندك نجم عذرة اليوزة أو الجوزة وعندك نجم الوزن وعندك العذارة. العذارة استبي العذارة ولا والعذارة انكروا فيه ماريا انكروا الشيب والضرس جد طاحي. ها معك معك الروح معك عذارة. ها العذارة نجم العذارة. تعال 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 انت بغيت نجم العذارة. طالبك طالبك تشوف السماء فوق 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 فوق. تعرفينه بوجودك تعرفينه بوجودك. شوف السماء فوق. شوف ايش شوف ايش اللي بخر عليك الحين. روح الكيف بالمنزل سرى والليله في كفك ضوى
تخيل تخيل ياكل مرزم ياكل مرزم حتى المرزم كريم حول عليك ب3000 ريال. تسلم ما قصرت. يلا اختار الحين. عندك عندك طال عمرك الشعرة اليمانية، وعندك العذار عذار الجوزة، وعندك نجم الوزن، وعندك بعد شنو؟ مرزم الشعرة اليمانية. يلا 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 فصل معانا حمد حقيقة. عطوني فاصل وعطني انت عطني شاي. اروح فاصل ونواصل. We'll be right back.
ليش ما قلت لك خير؟ سمح لك خيرين ثلاثة ثلاث ساعات أربع ساعات نجي سيدك ما بينك ما بينك بس قط خيوطك يعني البارح وين اللي قط الخيوط البارح؟ ما دي صاد ماي اليوم؟ أنا بدأ سميتي حمد مرحبا مرحبا يا طيب ليش يبا رحت عني يبا؟ لا الظاهر في ضغط الشبكة وقطع الخط طيب راح قاعد وقفني البرنامج عشان تقدر رجعناك تسلم ويض الله وجهك لأن عندك 3000 انت ياكل مرزم نبيك تكمل الحين استبي يبا شعر اليمانية ولا أدار الجو اليوز ولا نجم الوزن ولا مرزم ها اليمانية حلو 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 يقول لك نوخ الفكر وطابج يوارج ولا ما يوارج لو قلت لك دمت المحامل وسط الجريان دمت المحامل وسط الجريان يوارج حمد يوارج يصير ولا ما يصير يصير المحامل المحامل الدم الجريان كان بعد المطر سيل و... ما يوارج ما يوارج المحمل يبقى في البحر ما يوارد ثلاثة الحين بعد عندك محاولة أخيرة طول الله عمرك عندك نجم عذرة اليوزة وعندك نجم الوزن وعندك مرزم الشعرة اليمانية يلا شوف خذ لك واحد الوزن ها الوزن الوزن حلو الوزن راشد بن عفيشة تني أشوفه الحين عن يميني والفيحاني عن يساري وتمالون على بيت من الشعر بيت مثل يعني اللي يقول قولوا لبيت الفقر لا يا من الغنى وبيت الغنى لا يا من الفقر عايد بن عفيشة يقول هذه حق سعيد البديد الله يغفر له والفيحاني يقول لا والله حق راشد الخلاوي الشاعر الخلاوي الخلاوي كفو الخلاوي نعم مبروك 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 4500 العقبة عطوني موزة من الخور موزة هلو هلا هلا يبا شلونك الحمد لله طيبة شخبارك الله يطول بعمرك من الوكرة تكلمي من الوكرة من الخور تكلمينا أيوة نعم يلا روحي حق المجرة روح على الأبراج عندك الله يسلمك عندك الثور وعندك الجوز وعندك الدب الأكبر الجوزة الجوزة الجوز عطوا الجوز والجوز طبعا في نجم المنطقة وفي نجم الناجذ وفي نجم ال وفي منكب اليوزة في منكب في ذرة في منكب اليوزة ها وفي وفي نجم النطاق وفي نجم السيف وفي طال عمرك نجم منكب اليوزة منكب اليوزة منكب اليوزة انت بيتكم على البحر ولا وين ولا وين مكان بيتكم بيتنا عند الفرشية عند الفرشية ظهري الحوش ظهري الحوش ظهرتي الحوش ايه شوفي السماء شوفي السماء فوق 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 ياتج نيمة السهيل الحمد لله 5000 ريال مبروك مبروك الله روحي الله يبارك فيك الله يلا. يبارك فيك يلا الحين عندك طال عمرك بعد نجم المنطقة والناجذ
وعندك الله يطول بعمرك بعد نجم النطاق ونجم السيف. سيف السيف سيف اي نجم السيف يقول لك سؤاله، قبل لا تغوص المثل عدل ولا معكوس؟ مع ها اوكي الشر معك. الشر يخص والخير يعم. عدل عدل ولا معكوس؟ لا 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 معكوس معكوس معكوس. حلو كابو، هذه 500 ريال. يلا بعد عندك الحين ضربوا على النجوم. نعم عندك نجم المنطقة والناجد والنطاق. يلا الناجد ناجد عطوا الناجد وشوف الفيديو شوف الفيديو شوف الفيديو. يلا روح حق الفيديو فيديو. يلا نبتة ربيعية في قطر ليش شفته تهيالك الزبيدي حولها، ما اسم هذه النبتة؟ ويا كثر هالنبتة في البرثة عندكم يا كثر. أرجع فعلا أرجع كفو أرجع. نعم الحمد لله. رقروق أرجع صح رقروق احنا نسميه بشمال أرجع. نعم حلو حلو حلو. كم وصلت؟ 6500 راحت الخور. اعطونا اعطونا زين الحين ولا الحين موقع ولا خلاص؟ زين أعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم كل ليلة في رمضان نعود بالذاكرة إلى الوراء ونتذكر شخصية أثرت في هذا الوطن العزيز الغالي أو موقع له تاريخ وله ذكرى. تكفون تابعوا هذا الموقع. عرف القطريون الأبراج والقلاع والحصون والأسوار حول مدنهم منذ عصور قديمة. في هذه الصورة والتي تعود لعام 1904 ميلادي نرى أجلعة البدع التي عرفت أيضاً بجلعة الدوحة، ونرى في الخلف الأسوار التي تحيط بفريج اليسرة المطل على ساحل البحر وأبراج الجلعة المخصصة للمراقبة. خلال الوجود العثماني عام 1871-1915 من القرن الماضي عرفت بجلعة العسكر. في عهد الشيخ عبد الله بن جاسم حاكم قطر تولى مهمة إصلاح الجلعة لتصبح فيما بعد مقراً للحكم، وكانت في تلك الفترة مجاورة لشاطئ البحر كما نشاهد في هذه الصورة. في الخمسينيات دخل عليها التجديد حيث تم بناء أسوارها بالإسمنت المسلح، وظهرت البوابة الجنوبية والمشهورة في تلك الفترة. وفي ستينيات القرن الماضي ظهرت الواجهة الشرقية المعروفة إلى اليوم ببوابتها الشهيرة والمطلة على أهم ميادين الدوحة وهو ميدان برج الساعة، وكان يتم استقبال الوفود والرؤساء في الباحة الداخلية للمبنى الحديث في تلك الفترة بحديقته المعروفة، وما زالت إلى اليوم جزء أصيل من مبنى الديوان، والذي تم إنشاء الجزء الجديد منه في ثمانينيات القرن الماضي بجانب المبنى القديم، والذي أصبح يضم مكتب سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تميم المجد حفظه الله.
حماد سميطي أظن أنت أخوك ما عقب العود قعود طال عمرك، ما عقب بعد الديوان الأميري بعد لازم نختم. وأقول إن كان في الوكرة جديد الملتقى الجاب لي أكيد، قولوا إن شاء الله وتصبحون على خير.